biliyorsun. Bu Justin Bowden هي عبارة عن ستارتش، عبارة عن نشا، مصدر نباتي طبيعي، عبارة عن نشا، مصدر نباتي طبيعي، وعبارة عن نون ستارتش اللي هو يعني غير النشويات، تكون عبارة عن مركبات كيميائية، لكن أيضا نصنفها من ضمن الداستنج، من ضمن اللي يكون بيها غبار، من ضمن اللي يكون بيها دقائق أو غبار. فالستارتش أول شيء نجي ناخذه، الستارتش بشكل عام أي نوع من أنواع طبعا الطبيعية النباتية. هذا سيكون محاضرة. الستارش اللي هو النبات الطبيعي، ناخذ عنه في التعريف معين. It is polymer of glucose which is produced by photosynthesis. هو عبارة عن بوليمير. شنو بوليمير؟ يعني عبارة عن يعني سلسلة متعددة من الجلوكوز، تنتج وكيل، تنتج بعملية الفايتوسينيثيس اللي هي عملية البناء الضوئي، اللي نعرفها هي تكون عبارة بالورقة الكلوروفيل، صبغة اليخضور اللي تحتاج السنلايت، وتحتاج الووتر، وتحتاج الكربون دايوكسيد. وطلع لنا عبارة عن ستارتش، الستارتش اللي هو يخزن بالنبات، يعني مو شرط الأوراق وإنما أي جزء ثاني من أجزاء النبات. فالستارتش هو الغذاء، الستارتش النشا هو الغذاء اللي ينتج أصلا من الجلوكوز بعملية البناء الضوئي. إحنا نحتاج ستارتش. نستمر بالتعاريف. عبارة عن كارزيجرانيوز كومبوز اوف اميلوز تشين والهيلوبكتين اللي هي البرانش تشين، سكريات متعددة، بولي سكريات يعني سكريات متعددة، حبيبات، حبيبات يعني تكون بشكل كروي، كومبوز اوف اللي هي مكونات. إذا كان الستريت تشين هذه مستقيمة سحلها اوز، اميلوز، اميلوز، مصطلح اوز يعني ستريت، وإذا كانت متفرعة برانشين يصيحونها بيكتين، أميلو بيكتين، هاي أوز هاي بيكتين. ليش بيكتين؟ لأن وجه جلوكوز هنا أنا بعد يعني ما كانت بهذه الطريقة الشريط مستمر، وإنما أجا بعد هنا أنا عندنا ارتبط وياها جلوكوز. اليوز بشكل عام الستارتش، يوز مالتي ستارتش بشكل عام، ديوليت ان ديستنجريت، تخفيف وتفكيك، التيبل فورميشن، نخففها ونفككها وين حتى نسوي التيبل فورميشن اللي هي يعني من اجل ان يقول لك 5 ملي جرام، ما اخليها بقرص واحد 5 ملي جرام، لا أخففها وأسوي لها تركيك، واللي بحط حسب التركيز اللي يستوعبها جسم الإنسان، أسويها بتعيب بس الدواء، عقاقير، أدوية. اللبريكانت إن سيرجيكال جلوفز، لبريكانت يعني تكون مزلقة بالسيرجيكال جلوفز، سحولها اللاتكس، يعني تشوفون من الدعم اللي تلبسون الجلوفز بيها إذا جديدة مثلاً بيها مثل الدقائق مال النشا، هاي حتى ما تلزق بأصابعي وإنما تساعدني على سهولة الانزلاق، ورا ما تلزقها تكون صعوبة إنك ترجع تلبسها لأن امتصت هاي المادة، صار بيها امتصاص وانتهت، لأن الاستخدام كل استخدام واحد، تمام؟ استخدام هذا الثاني لبريكانت سيرجيكال جلوفز. الاستخدام الثالث أنتيودين الأيودين بوسنج، مضاد حمي، الأنتيدوت الأيودين بوسنج هو عبارة عن يعني إحنا إذا ناخذ الأيود اللي هو موجود بكثير من المواد بيصير عندنا تسمم، فنعطي هاي المادة، هاي المادة متكونة من عبارة عن ستارش، ستارش مع الأيود مضاد سم.
طبعا storage material due to the hygroscope properties storage material يعني ده بنشوفه بالأحذية بالدواء علبة الدواء مالت الفيتامينات هاي العلبة تكون كبيرة تشوفوا مثل شيء صغير إذا تفتحوه عبارة عن نشا هذا النشا هو عبارة عن مضاد للرطوبة مضاد للرطوبة أو مانع للرطوبة يحضر بالمواد أغلب المواد الأدوية ومواد الجلدية يستخدمون بها الكي elements for identification of different grains powder عندنا النون ستارش اللي هو نشا الذرة هذا شكل جوا المجهر والبوتيتو ستارش اللي هو نشا البطاطا وهذا يكون شكله تحت المجهر احنا ذني اللي يهمنا ذني اللي راح نشتغل بيهم بالمختبر راح نشتغل بيهم بالمختبر طبعا بالنيوترينتس نحل بجماعته بالكيك وهذا نستخدم النشا والنشا طبيعية راح يكون بالبوتيتا وبالخبز بالطحين وخلاف العقل هذا اللي أني هني الميكروسكوبيال كاركترز of different type of starch ميكروسكوبيال يعني الصفات الميكروسكوبية يعني بالمجهر لمختلف الأنواع من الستارش الستارش مو نوع ستارش يعني البوتيتا والذرة يعني احنا نفحصها تحت المجهر البوتيتا الأورجن مالتها اللي عبارة عن بولي سكرايز جرانيولز حبيبات متعددة السكريات obtained from steam منين أصلها؟ منين ناخذها؟ ناخذها منين؟ ناخذها من الساق يعني البوتيتا مو ثمرة البوتيتا عبارة عن سيقة تيوبر اوف تؤخذ من درانات شو اسمها؟ مصطلح العلمي تولانيوم تروبوسيوم تولانيوم تيوبر أوسيو هاي اسمها من عائلة البيذنجانية اللي هي السيلانيوسيا هذه العائلة وهاي يعني لكم مو شرط يعني مو شرط تحفظوها وإنما هي للإطلاع لكم إنه هي من الدرنات ومن العائلة البيذنجانية البوتيتا مستخدمة أصلا يعني من الساق الستارش فيزيكال كاركترز يعني صفاته الطبيعية الفيزيائية يعني مجرد استخدام الحواس مالتنا راح نلاحظ عدة أشياء مجرد استخدام نلاحظ عدة أشياء conditions مالت الحالة يعني هو صلب باودر الحالة مالت عبارة عن باودر زين الكولر وايتس الرائحة الأودر أودرليس عديم الرائحة التستي مالت ستارشي نشوي يعني يتفتت بالإيدين والتوتش مالت سموث والهيومن جينيتيك والهيومن هوموجينيوس متجانس يعني ماكو حبة أكثر من حبة ثانية كل الدقائق بنفس القطر ماكو شيء أكبر من الثاني تمام هذا صفاتها بمجرد النظر إلها واستخدام الحواس أقدر أطلع حالتها الفيزيائية ولونها ورائحتها وطعمها وتجانسها أما إذا أجي أسويها كيميكال تيست هو بالمختبر اللي هو الشغل إذا أسويها كيميكال فهو أقيس أول شيء بالأيودين وأشوف شنو التيست مالتها راح تعطيني ونحن قلنا هنا أنا وايد فمن نجي نختبرها بالهذي وتتفاعل مع الأيودين راح تعطينا بلو كولا صبغة زرقاء لون أزرق راح تستجيب الأيودين زين إن خليل حماي إن سولدو لا تذوب في الماء لا تذوب في الماء ممكن تذوب بس بصعوبة تذوب بس بصعوبة مو مثل مثلا الطحين مو مثل الملح أو السكر والمنفصلة اللي هي الجهة والمي بجهة مو مدمجة كل شوية غير متجانسة طبعا من أسويها دوليشن بالSCR من أسويها دوليشن يعني تخفيف بالSCR تعطينا نوع إيفرفيسنس ما تعطينا فوران يعني ما تصدر من عندها فقاعات أو تطلع لنا مثلا شلون قرص النعناع أو قرص الفوار بنخليه بالSCR أو بالماء راح تطلع لنا فد صوت معين أو فد من ننظر إلها فد فقاعات معينة هاي ما تطلع عندنا
عديمة الفوران. No reverses. هذا الشاب مالتها اللي يعني المفروض أشوفه جوا المختبر. الشكل مالتها اللي المفروض أشوفه. تحت المختبر مايكروسكوبيا الكاركترز صفاتها المجهرية الشيب الشكل mostly oval غالبا بيضاوية maybe pyramidal or rounded في بعض الأحيان هرمية أو دائرية rounded مدورة. السايز مالتها لارج الهيليوم ريزلت بوينتد استراكت موجودة. الستريت مالتها بريزنت التخطيط موجود. الاجريجيشن سمبل يا اما بسيط او شبه البسيط او شبه المركب يصيحون بسيط او شبه البسيط. زين شكلها موستلي اوفل بيضاوية تمام. الحجم مالتها لارج الهيليوم هذي التخطيط موجود. التخطيط شنو يعني؟ ها بالدوائر المتحدة دائرة ورا دائرة ورا دائرة راح تعطيها مظهر مخطط. زين الاجريجيشن مالتها التجمع سمبل بسيط يعني بشوفوا اكو فراغات يعني اكو فراغات بين وحدة ووحدة. وحدة سمبل سيمي كومباوند يعني بسيط شبه مركب او مركب. سمبل سيمي كومباوند او كومباوند. هسه نجي نقول لكم هنا شنو الهيليوم وشنو السيترايت مالتها يعني موجود. التخبط هذه تشوفوها النقطة بالنص هاي الحمراء هذه النقطة هي هاي يصيحوا لها الهيليوم أو السرة تمام. هذه راح تطلع لها من عندها دوائر بنفس الحبيبة راح تصير دوائر 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 فمن أجابها لها راح تطيب مظهر مظهر مخطط. لهذا قلنا السرة موجودة والتخطيط موجود. زين شكلها اوفل دائري والاجريجيشن مالتها سمبل يعني هذا وحدة على مسافة اكو وحدة ثانية على مسافة اكو وحدة ثالثة يعني تكون سمبل او متراكبة بس اغلب الاحيان تكون سمبل اكو فراغات بين وحدة ووحدة. وهاي نطلق عليها الهيليوم. هاي المفروض احنا يعني من نجي نفحص البوتيتو ستارتش يعني بناخذ يعني اغلبيتكم اذا منتبهين بالاخص البنات تجون تقطعون البوتيتو وتركون السكينه لفتره راح تجون تلقون على السكينه مثل الطحين. هذا احنا نحتاجه يعني نحتاج الفحصه جوا المجهر او نفس هالسلايس مالت البوتيتو نقطعها بشكل خفيف جدا ناخذ قطعه من عندها ونخليها على السلايد مالت المجهر. شايفين سلايد المجهر فشويه نمسح بيها سلايد المجهر ونغطيه بكفر. نغطيه بالكفر راح نفحصه جوا المجهر راح تطلع لنا هذا الشكل تمام. فالبوتيكو هي اصلا عباره عن نشويات. نجي للنوع الثاني المايز يصيحونه المايز ستارش اللي هو نشا الذره. هذا اللي احنا نستخدمه يعني بالمحل به بالحلويات بدل السوالف اغلبيتنا نستخدمه اللي هو الدقيق الابيض. هذا دقيق الذره دقيق الذره. الاورجن مالته هو بولي سكرايد جلاسون اوبتند فروم اندوس براي يعني من البذره نفسها. هنا بقينا البوتيتا منين اذا تتذكرون البوتيتا اصلا شنو قلنا منين نستخرجها كتبوا لي. هي درانات. اصلا الدرانات شنو منين نستخرجيها الدرانات؟ قلت لكم البوتيتا عبارة عن شنو ساق اوكي صار يعني. هنا أنا لا هنا انتوس بريم ذرة العفو بذرة يعني هاي ثمرة هاي ثمرة البذرة الداخلية انما بال بوتيتا قلنا ساق. اصلا شو اسمها العلمي الزامايز من عائلة جرامينيا من عائلة الحبيبيات من عائلة الحبيبيات. هذا شكلها يكون
يعني سطحها غير متساوي متعدد الأوجه في البول، أكو بي في المنخفض وهنا نكون بي ارتفاعات. إذا نجي على الميكروسكوبية الكاركترز مالتها هي بولي بيتر ودبليت إنجر متعددة السطوح بولي هيدرا ومتعددة بولي يعني مالتي متعددة السطوح مع حواف حادة. شنو يعني متعددة السطوح؟ يعني هذا اللي تجون ما تلقون سطح كامل، لا هي يعني هذا تلقون هذا سطح، هنا اكو انخفاض هنا اكو انخفاض، هيك تصير لها متعددة السطوح. with plants and angles مع زوايا حادة. زين السايز مالتها متوسط ميديوم، بالبوكيتا قلنا شنو السايز مالتها؟ لارج. الهيليوم بريزنت موجودة بس شنو؟ موجودة مو عبارة عن مثل البوتيتا قلنا متخططة، لا هناك كلابت اور فايزر سنتر كاب. كلابت يعني شق، يعني تكون عبارة عن صدع، أقولها عبارة عن صدع أو شق داخلي بالسنتر مالتها. السكريشن ابسنس ما بيها تخطط، ما بيها تخطط. زين aggregation mostly simple، mostly simple أغلب الأحيان بسيطة، معقول تجمعات مالتها تكون واحد هي بشوف. لا مو جديد، هو نفسه طلعت ورجعت من جديد يا طلاب. جبت لكم كومباوند او سيمي كومباوند، يعني تقريبا هنا الهيليوم مالتها السرعة تكون كليفت عبارة عن شق داخلي، عبارة عن شق داخلي، والشكل مالتها راح يكون يعني حاد الحواف، مو مثل الدائرة اللي شفناها، مو مثل الدائرة اللي شفناها بالبوتيت. هذا الشكل مالتها يكون ميزة عن الشكل مثل البوتيت. هذا الماز، ماز ستارتش اللي هو يعني الذرة، ماز ستارتش اللي هو الذرة. النون ستارش هسه شوف الطلاب، البوتيتا والذرة ستارش يعني طبيعيا موجودة بالنباتات من خلقة رب العالمين، تمام؟ أما النون ستارش يعني هي ملمسها تشوفها عبارة عن نشا، بس هي شنو؟ هي صناعيا، هي مصنعة محليا. مثلا عندنا التالك، التالك هو بودرة الأطفال، بودرة الأطفال الغير معطرة. أصلها شنو أو ناخذها تعريف؟ هي بيوريفايد نيتف هيدريت ميغنيسيوم تراي سيليكيت. شوفوا دخل بيها شنو؟ دخل بيها عنصر كيميائي مغنيسيوم تراي سيليكيت، السيليكا الثلاثية والمغنيسيوم. السيليكا اللي هي شلون الابتزاز وجماعته، أدراء الصورة واضحة موجودة عندكم بالطلاب، شلون الابتزاز المكسر الناعم. فهذه محليا موجود التارك اللي هو بودرة الأطفال
المصنعة محليا، اللي هي يعني يكون رطب دائما يستخدموه للأطفال حديثي الولادة. دخل بيها عنصر كيميائي لا قلنا موجود بالنبات ولا قلنا موجود طبيعيا، لا بالذرة لا بالبوتيتا، وإنما دخل بيه عنصر كيميائي، فهو عبارة عن نيوتريشن تراي سيليكيت. هذا هو النشا في ولادة الأطفال. الفيزيكال كاركترز، من نجي نحط عينة مالت بودرة الأطفال ونجي نلاحظها بالعين المجردة، هنشوف الكونديشن مالتها. باودر ولونها وايت، الأودر ليس والتيست ليس صوبة، يعني مظهرها صابوني، تصدر فقاعات يعني تصدر فوم، تصير بيها رغوة، نخليها ويا المي. والهوموجينيوس مالتها متجانسة تماما، يعني دقائقها متساوية، لكن بيها شغلة جديدة انه هي التاتش مالتها مو سموث ولا سوفتي، سوب كل بيها مثل الصابونة، تمام؟ هاي اذا نلاحظها بعين المجردة وحواسنا. اما اذا نجي نسوي عليها اختبارات كيميائية، اذا نفعلها ويا الاي او دي راح تطلع لنا نيجاتيف، نو بلو كلر، ما راح شلون تكون متجانسة؟ شلون تكون متجانسة؟ يعني من تجي تتلامسها، تمام؟ كلها بشكل واحد، ما تلاحظ إن حبيبة أكبر من الثانية. من نجي نفعلها ويا اليود، نلقي نيجاتيف تيست، يعني ما تطلع لنا الصبغة الخضراء. تطلع لنا الصبغة الخضراء. من نجي نحطها وين وين H2O insoluble but floating، مذوب ولكن تطفو، مذوب بالماء كله ولكن تطفو لفوق، يعني من نجي نحطها بالماء راح تطلع لنا فوق. زين، من يسوي لها ديوليشن ويا ال SCR، نسوي لها تخفيف مع ال SCR، ايضا ما راح تطلع لنا اي نوعية من الفوران. نوعي برسنس مدفور، يعني ما نلاحظ بها ازيز او فتشي تدل على ان هي جاية تطلع لنا فقاعات تفور. الشغلة الجديدة بها انه ما تتفاعل، ما تطفو، ما تذوب بس تطفو، وهنا المظهر مالتها اذا طبيعيا فهو صابوني. هاي تقدرون تسووها مقارنة ما بين ذنيش الثنين، احتمال يعني اكيد مجاري بالامتحان، فسووها مثل المقارنة حتى تستفادوا. حتى المظهر مالتها جو الميكروسكوب راح تكون مظهرها مميز. ليش سيليكا؟ دخل بيها شلون دقائق الزجاج الناعمة، راح تلاحظوها شكلها يعني مو مثل البنيجة. فالميكروسكوب الكاركترز ثين ترانسبرنت، تكون عبارة عن رقائق دقيقة جدا، ريليتد اوف ديفرنت شيبس اند سايز، بمختلف الاشكال والاحجام، وذ جاجد لامنتين ايج، مع حافات او صفائح مسننة، مع حافات او صفائح مسننة. هاي عبارة عن صفائح مسننة، تمام؟ شوفوها هاي الايج مالتها تكون حادة، عبارة عن حادة ومسننة. هذا الشكل المميز different shape and size، هذا الشيب سايز معين، هذا راح تلقونه غير شكل، هذا غير شكل، فما عندها في نوعية معينة من الأشكال different shape and size. هذا التالك، شنو التالك؟ يعني باودر الأطفال. نجي على اليوز مالته، هو بيبي باودر. Integrate in table formation، يقدرون يصنعوه يسوي مفكك بالتيبل للدروغز، يعني الأقراص مال الحبوب. اليوز مالته أيضا هو باللبريكنت، هنا يستخدمون الرياضيين، أو تكون بالجلوفز، بالسيرجيكال جلوفز، بالجوانتي، هاي النفوف مالت الجراحة أيضا تكون من داخل وياها. تمام طلاب؟ ما
محاضرة أعتقد سهلة وما بيها شيء. أي سؤال عندكم؟ اللي هي ريكوردينج. طلاب عندنا وقت إذا تحتاجون أي سؤال. واضحة قدامكم حضوركم الساعة 9:29 حاليا 24 راح ناخذ الحضور. طلاب عندكم سؤال لو ننهي الميتنج؟ أي سؤال طلاب؟ هاي المحاضرة راح نفسها نشتغلها جوا المجهر، راح نفسها نشتغلها جوا المجهر يوم الأربعاء، نجيب بودر أطفال ونجيب بوتيتا. بودر أطفال إذا عندكم جيبوا، لأن أنا يعني ما عندنا بيبيز بالبيت، فإذا تقدرون بودر أطفال تجيبونه، وأنا أجيب ستارتش مالت الميز وأجيب بوتيتا. حضر من عنده سلايدات جوا المجهر، ولاحظ الأنواع. طبعا أنت أخلي لك العينة مجهولة، بس أنت تقول لي شوف شلون شكلها، تقول لي هذا يا ستارتش بوتيتا ويا ماز يا تارك. عندنا كويز؟ نعم عندنا كويز. شلون تطلع المحاضرة؟ أي علي حسن راح تلقيها. أكو شيء اسمه ريكوردينج، تدخل على جروبك، اكو جوين اسيشن، واكو ريكوردينج. تروح على الريكوردينج راح تلقى التسجيلات الخاصة بمحاضرتك. تدخل على الفارماكولوجي بارتيكلز، تدخل على اللوب الجروب مالتك، تلقى جوا جوين سيشن مربع، هذا خاص للاساتذة وريكوردينج خاص لكم. عندنا كويز؟ بلا عندنا كويز. تمام طلاب؟ أي سؤال لو ننهي الاجتماع؟ ننهي الميتنج مالتكم؟ شكراً لكم وموفقين.